عدد مرات تناوله لا حد لأقصاه، أما عد أكؤسه فثلاث على المشهور وأربع على قول مهجور، وقيل بل الثلاثة المترعة حلت محل الأربع غير المترعة، إنه طبعا الشاي في نسخته الموريتانية الأصيلة. اخترت لك نصا أدبيا لطيفا طريفا ختمه صاحبه بترجيح كفة رأيه نابذا بالعراء المذهب المخالف، بدأت به حلقات البرنامج ليكون باكورة هذا اللقاء الأدبي الشائق. طبتنا اليوم عن ذكرى سعادي، كؤوس قد أتتنا من بعادي، مناط النجم كانت فطبتها خطاطيف الدراهم للبلاد، فلما أترع المغراج ماء وجيء بفرنة ذات اتقاد، وبوئ مقعد المغراج فيها وصوت شرب أذواد صوادي، وأبرز سائس الكاسات كيلا من المفتول جاد بعرف جادي، وأبرز سائس الكاسات كيلا من المفتول جاد بعرف جادي، وساقا من عتاق التلج نادى بأن لا يحكه ساق منادي، وقنديلا وحسكة اعتلتها زجاجة نقمرت ظلم الدآدي، لها شماسة كيد أضيفت لأخرى في انفراج وانعقاد، وطابلة أجيد الوشي فيها لها برة برت بر النوادي، وبدرا في جوانبه نجوم من البنار فيها الرقم بادي، وذاك البدر معتم بزيف كأستاذ يزمل في بجادي، وصير ساقه الساقي جذاذا إذ المغراج ملتهب الفؤاد، وناداه بآج فجاء يجري وشلل خشية الدا والفساد، وعمر قدر أكؤسه وحل وألبسها بها ثوب الحداد، فلما جرب الإبريق أغضى مشيرا بالكؤوس لخير نادي، فأفعمها ودورها علينا بكراح المشعشع بالشهاد، فدارت ثم دارت ثم دارت وقال لأربع عين المراد، وقال أما ترون الحزن ولا وردد في اعتماد واجتهاد، تلادي رشف كن ولم أبعه بخيرات الطريف ولا التلادي، وإن ذكر الثلاث أناس منا لفي واد وما ذكروا بوادي. رأيان في المذهب المعتمد، ولمن انتصر لرأيه وكان حجة فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يحدثون من ذات أنفسهم في الأمر اجتهادات شخصية لا اعتبار لها ولا تسليم بها، خصوصا بعدما انقضى زمان الاحتجاج التراثي بذهاب الأولى يعتد برأيهم في المسألة. سلام عليكم طبتم.